تجاوز هدفي لقاء الذهاب مهمة كانت تنتظر فريق الجيش الملكي أمام نظيره أشانتي جولد الغاني برسم مباراة الإياب للدور الثاني من عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. الجمهور الذي تابع المباراة أجمع على صعوبة المهمة لكنها لم تكن بالمستحيلة. احنا نتمناو يعني من الله هو نفخ الملك يفوز في هذه المقابلة ويقدم مقابلة كبيرة للجمهور ديالو غيكون مساندو واخا يعني الحصة ديال الذهب كانت صعيبة شوية. نتمنى الفوز لفريق الجيش الملكي وحنا ديما فراويون كنجيو نتفرجوا في فريق الجيش. النتيجة في الربع ساعة الأولى غتكون يعني يكون هدف، إذا كان هدف نقدروا نحققوا شي نتيجة إيجابية. من جانبهم لاعبو فريق الجيش الملكي كان لهم نفس الرأي وهو تجاوز نتيجة لقاء الذهب. فبالنسبة للنتيجة ديال الذهب فهي 2-0 لصالحهم. فاليوم ان شاء الله غنحاولوا نقوموا بمقابله جيده ونحاولوا نخلقوا فرص باش اننا نداركوا ديك الهدف اللي تسجلت علينا وان شاء الله يكون خير ان شاء الله. فريق أشانتي جولد الغاني حل اذا بالرباط وهو عازم على الحفاظ على الامتياز الذي حققه في مباراه الذهاب. ومما زاد من تعقيد الامور بالنسبه للمدرب جواد الميلاني غياب مجموعه من اللاعبين الاساسيين مما جعله ينهج منذ بدايه المباراه خطه هجوميه في محاولة تسجيل هدف مبكر يعطي الفريق شحنة لبذل المزيد من الجهود. وذلك ما تحقق إذ بعد مرور 15 دقيقة يتمكن هداف الفريق اللاعب جواد ودوش من توقيع هدف رائع ومفاجئ في مرمى حارس الفريق الغاني داودة. هدف كان بمثابة شحنة قوية لعناصر فريق الجيش الملكي وحررهم من أجل البحث عن الهدف الثاني. الهدف الذي لم يتأخر كثيرا إذ قبل نهاية الجولة الثانية بأربع دقائق يتمكن اللاعب ياسين نعوم بعد تمريرة ذكية ومركزة من نقدي القاسمي من مضاعفة الحصة لفريق العسكري لتصبح النتيجة إصابة إلى صفر. ومن خلال الإعادة يتضح العمل الجيد للاعب نقدي القاسمي الذي أرسل كرة جيدة للاعب ياسين نعوم مسجل الهدف الثاني. في الشوط الثاني دخلت عناصر فريق الجيش الملكي بمعنويات قوية من أجل البحث عن هدف ثالث، وكانت أبرز هذه المحاولات عن طريق اللاعب جواد ودوش الذي يمكن القول بأن الحظ عكسه تماما في الجولة الثانية، وهذا نموذج من إحدى محاولات فريق الجيش الملكي. وتبقى أبرز وآخر فرصة هي التي أتيحت للاعب خالد المعروفي الذي يضيع هدفا محققا بعد انفراده بالحارس الغاني. لينتهي الوقت القانوني من هذه المباراة بإصابة لصفر لفائدة الجيش، وهي النتيجة التي انتهى بها لقاء الذهاب لفائدة الفريق الغاني أشانتي جولد، ليحتكم الفريقان بذلك لضربات الترجيح والتي كانت لصالح فريق الجيش الملكي الذي تفوق بحصة 7-6، ويتأهل بذلك إلى الدور المقبل من مسابقة كأس عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. وذلك أمام حصرة مدرب فريق أشانتي جولد الذي لم يتوقع هذه النتيجة. وكنظن بأن انتصار جاء صعب بحكم أننا كنا مستقبلين جوج الأهداف جينا بهم من غانا. كنظن بأن اللاعبين وبهذه المناسبة كنهنيهم على الاستماتة ديالهم اللي استمتوا وقدروا أنهم يحققوا نتيجة إيجابية. وكنشكر المسؤولين اللي ما بخلوا على هاد اللاعبين باي شيء وهيئوا لهم الظروف ديال الاستعداد. ومن العار والعيب ان فريق الجيش الملكي فريق الالقاب يخرج يعني في الادوار الاولى، وهذا مشكورين عليه. وما ننساش الدور الكبير اللي قام به الجمهور الجيش الملكي ولا الجمهور المغربي عامه اللي ساندنا طيرت المقابله وحتى في ضربات الجزاء اللي الحمد لله ساعدنا فيهم الحظ وحققنا الاهم. بينا على مستوى كبير الحمد لله، ربي ما خيبش، حقنا الاهم، تاهلنا وفي انتظار الادوار المقبله ان شاء الله كنتمنى التوفيق. الحمد لله استطعنا باش نديو مباراه قويه ونخرجوا بنتيجه ايجابيه اللي خولنا ندوز للدور المقبل ان شاء الله. اذا هنيئا لفريق الجيش الملكي بهذا الفوز وحظا موفقا في الادوار.